إذن على بركة الله مشاهدينا أوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر دائما من منطقة سباتة. إذن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بفضل الله ورحمته العثور على الطفل ياسين، الطفل ياسين اللي كان مختفي منذ 10:30 صباحا. اخر مره تمت المشاهده ديالو في احد الحدائق العموميه بمنطقه سباته، فالاسره ديالو الحمد لله مباشره من بعد النداء ديال قناه الشعب قناه شوف تي في، فالان كيجي خبر ديال الحمد لله العثور عليه من طرف العائله ديالو. معنا الام ديالو الان اللي هي الحمد لله فرحانه، وكانت باغا تمشي مزربانه باغا تمشي تشوف ولدها، ولكن مسكينه قالت بان بغات تعطي واحد التصريح لخوتها المغاربه ولجميع الناس المسؤولين باش تشكرهم على المسانده والدعم ديالهم. فبقاو معنا مشاهدينا الاوفياء، وكنتمنى انه يتبارطاج هذا اللايف. علاش؟ للعبره باش الانسان مره اخرى دائما يرد البال، والحذر غلب القدر كما كنقولوا. بقاو معنا مشاهدينا الاوفياء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. على سلامتكم بعدا. الله يسلمك ونجيك خويا. على سلامتكم، على سلامتكم. الله يسلمك ونجيك، والله يرحم لكم الوالدين. اللهم امين. المساعده، رجال الامن، شفتي في كاع الناس مساكن وقفت معايا وقلبت معايا. انا ماشي غير ولدي بوحدي، كيتسمى ولدكم كلكم. ولد المغاربه كاملين. ولد المغاربه كاملين، الله يرحم الوالدين، كيقلبوا معايا الدرب، العائله شفتي في رجال الامن. كل شيء كاع اللي توصل بهذا الدري كيقلب معايا كنشكرهم، الله يجازيهم، الله يرحم ليهم الوالدين. بعد من اللي بشروني وفرحوني في وليدي، الله يرحم ليهم الوالدين، كنشكرهم بزاف بزاف، الله يرحم الوالدين. واللي عنده شي وليد بحال الدري منغولياه تنتبه وترد ليه البال بزاف، حيث الدري ما عندوش العقل، الا مشى او شي حاجه كتوقع عليه شي حاجه خايبه. انا وقفت معايا الناس الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يرحم الوالدين. اللي عنده شي وليد ترد ليه البال، اللي عنده شي وليد اخواتي خوتي ردوا ليهم البال، حيت هاد الوليدات مساكن ما كيعرفوش فين كيمشيو، ما كيعرفوش فين كيجيو، ومساكن كيتكرفسوا عليهم بزاف، قلالين خوف الله. وانا وقفوا معايا الناس الله يجازيهم بالخير، الله يجازيهم بالخير. كيفاش تلقيتي الخبر من سباتة؟ كيفاش دابا انا باقا ما شفتوش، والساعة اللي عيطوا لي الناس المسؤولين ورجال الامن وشوفتي فيه قالوا لي راه ولدك راه ما صدقتش في هذا الشيء بهذه الفرحه. تسمعتي الصوت واقيلا؟ تسمعت الصوت، جلست في الارض وربي شاهد عليا، راه لحد الان لحد الان باقا ما مصدقاش، لحد الان باقا ما عرفاش اش كنقول. الله يسمح لنا من الوالدين، والله يسمح لنا من الوالدين وولدنا الجميع، حيت كل شيء انا شفت كل شيء، الناس اشنو داروا معايا عليه. شي جيران تما الحمد لله تابعين، جيران كل شيء، جيران بلاصه فين كنكون قريب وبعيد تبعني الحمد لله. شي المغاربه باش مزيانين، المغاربه كلهم اخوه وحده الحمد لله، وعائله وحده، كيتضامنوا ملي كتكون شي حاجه، كيتضامنوا كتكون شي حاجه كيشدوا الايد في اليد. سبحان الله العظيم. الناس جاوني منين ومنين؟ عائله سمعوا ولدي الله يجازيهم بخير، وهم الناس كاينين معايا، جاوا من المساكن، تبعوني حتى الكوميسيريا، تبعوني كيقلبوا معايا، تبعوني جاوا عندي للدار وما لقاونيش في الدار، وتبعوني كيقلبوا معايا الله يجازيهم بخير. وانا ما غاداش نرد لهم، ربي اللي غيجازيهم، الله يعوض لهم، الله يفرحهم كيما فرحوني انا في وليدي. غادي دير لنا شي زرده دابا ملي لقيتي؟ مرحبا مرحبا، والله العظيم مرحبا، ديروا معايا مرحبا. الحمد لله وبالفرحات عليا. الحمد لله على سلامتك، الله يرحمك. الله يسلمك ونشكرك، والله العظيم ولدي دابا راه دابا راه الله طلعت من جامع الحسن الثاني، كنت عند رجال الامن. ما خليت حتى كنت انا ولدي والناس معايا، يلاه طلعت من تما عاود رجعت هنا. هاد الكوميسيريا وهادشي راه ماشي غير مره جيت، كنجي انا وكيجيو معايا الناس وكيجيو معايا الحباب كيقلبوا معايا، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. الحمد لله الحمد لله. وسمحوا لينا الحمد لله، وسمحوا لينا، الله يرحم الوالدين. الحمد لله. دابا اعطي شي رساله للوالدين باش يردوا لولادهم البال. انا كنقول بالاخص العيالات ما يتزهزوش على وليداتهم، وما يرخيوش على وليداتهم يقولوا هذا حاضي هذا ولا هذا رد ليه البال، هذا الدري المنغولي ترد ليه البال الام، كيف ما انا رد البال. انا عندي الاولاد، عندي وليدات، ولكن انا اللي رد البال لولدي، والساعه اللي مشى ولدي كان حدايا، كنخليه كيمشي كيلعب واحد شويه، حيت انا ولدي ما كيمشيش بوحدو. عرف مسكين كيبغي يفوج على راسو، كيبغي يفوج، كيلعب شويه كيرجع. الساعه اللي مشيت نقلب على ولدي البلاصه اللي كيلعب فيها ما لقيتوش،
قالوا لي اركب شي طوبيس ومشى، فاش الناس ما بقاوش كاع في البلاصه اللي فيها انا ولا ولا الحي اللي فيه انا. معمره وقعت لي، معمره وقعت لي، قلبت عليه معمر ولدي وقعت لي، كيمشي كيقرب حدي معمر مشى لشي كنت بعيد ولا كيدور وكيرجع عندي للدار، حيت ماشي كاع ندير شويه كيعقل وما كيعرفش ينعت وما يعرفش يجي للدار. تجابوا لي الناس ونعتوا لي الناس، الله يجازيهم بخير والله يرحم ليهم الوالدين. وقد ما الانسان اللي كيدير هذا الخير ربي اللي كيجازي. الحمد لله سيدي ربي لك، حنا راه واخا هكاك ما كنديروش. عشتي جوج صدمات اليوم، عشتي الصدمه ديال ولدك فاش مشى، وعشت الصدمه اللي رجع ديال الفرحه سبحان الله، وجوج في نفس الوقت. كيفاش اعطيني واخا ما غاديش نقول ما نقدرش ما نحكمش على راسي، حيت دابا انا باقا ما واعياش ما محكمش كنهضر. انا كنهضر حيت ما واعياش على ولدي مزيان، باقا ما شفتوش بعيني. يلاه اتصلوا ليا وسمعتوا في التليفون وباقا ما شفتوش، ودابا بطاع ليا باش نشوفه في عيني. راه شوفي حنا عارفين شادينك، دابا انت باغا تمشي تجري. باغا نمشي انا ما كذبش، انا ما كرهتش دابا نعطيكم باش نمشي نشوف ولدي. الحمد لله اعز الدنيا عندي هو هذاك الولد. عندي الوليدات واعز الدنيا هو هذاك الولد. على سلامتك مو غادي نقول لك مره اخرى، غادي نقول لك على سلامتك وسيري باش تشوفي ياسين ان شاء الله. وراه ان شاء الله شوفي غادي لنا شي قصري يديرك ان شاء الله. مرحبا، ما نديرش لكم قصري الكسكسو، ندير لكم انا الرفيسه. ومرحبا بك. الله يحفظك سيري. على والله العظيم كل من هو شاهد معايا وعرفني ولا عطيتهم نمره التليفون، رجال الامن شفتي في كاع الخوت عطيتهم، اللي بغى يجي مرحبا بكم والله تندير لكم الرفيسه. الفرحه هي من الفرحه ديالتي ياسين، لقيتي هذيك الفرحه. اي ياسين حيت ما كيعرفش يهضر، ما كيعرفش يمشي، ما كيعرفش. سيري دابا باش يلاه تشدي ان شاء الله. نمشي باش نشوف. الله يرحم لكم الوالدين. سير على سلامتك. سير على سلامتك. سير على سلامتك. اذا كيف ما سمعتوا معنا مشاهدينا اوفياء مشاهدين شوف تي في، الحمد لله تم العثور على ياسين. ياسين الحمد لله راه تم. مرحبا سير الله يحفظك. شكرا شكرا سير الله يحفظك. اذا كيف ما قلنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم العثور على ياسين يعني مباشره من بعد النداء ديال شوف تي في. فهذا شرف لنا اننا الحمد لله ما دخلنا الان حتى تم العثور على الطفل هذا. اذا هذا هو اللي كيخلينا الحمد لله كنحسوا بان المجهود ما مشاش هباء منثورا. اذا المزيد من الحيطه والحذر للاباء، خصوصا الاطفال اللي كيكونوا في حاله اعاقه مثلا، سواء مثلا هاد الناس ديال المتلازمه داون، فيجب الحرص، اشد الحرص على هاد النوعيه ديال الناس، خصوصا اذا كانوا كما كنقولوا زهريين. لان هاد الابن هاد الولد هاد ياسين هذا فهو كان زهري، هذا هو الخوف، الخوف هو انه كان زهري. وكنعرفوا بانه كاين بعض الناس اللي ما كيخافوش الله سبحانه وتعالى، ما كيخافوش الله، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه كما كنقولوا. كيقدر انه يعني كنعرفوا كتكون نوع الشعوذه، كتكون ذوك الناس اللي كيجبدوا الكنوز، كتكون بزاف الامور، لهذا فكان الخوف كبير بزاف لدرجه ان العائله ديالو قال لك اودي ما تقولش هذه الكلمه ديال انه زهري، خوفا ربما قال لك بعض هاد المشعوذين يسمعوا كلمه زهري يحاولوا انهم يديروا شي جريمه. كنعرفوا هذا الشيء راه كيوقع، والعديد من الجرائم اللي وقعت في هاد الاطار هذا. اذا كنتمناو الاباء والامهات المزيد من الحيطه والحذر. والحمد لله مره اخرى كنعاود نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اذا ما بقى لنا الا نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. طاقم شوف تي في يحييكم، الى اللقاء.